أنت فارس حواب للتعليق على مباراة اليوم، المباراة التي تقام ضمن إطار مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا. اليوم الذي ينتظره الجميع حقيقة يأتي، والكل في انتظار المنافسة الأهم والأكبر. اليوم مباراة كبيرة تنتظرنا، واللي تجمع النادي الملكي ريال مدريد ضد النادي العريق بروسيا مونشنغلادباخ. أبطال أوروبا، واللي دائما ما عودنا على التنافس وعلى الندية في المباريات الكبيرة، سنشاهد خلال دور المجموعات واللي يبدأ من مباريات اليوم مباريات كبرى حتى الجولة الأخيرة، الكل يبحث أن يظهر في بطولة الكبار. تشكيلة ريال مدريد الآن أمام حضراتكم، مباراة تقدر تكون هجومية باعتماد 4-3-3 كأسلوب لعب، واضح انه راح يفضل اللعب بمهاجم وهمي. تشكيلة بروسيا مونشنغلادباخ على الشاشة، واضح من الرسم التكتيكي. شاهد الآن الفريق يعتمد طريقة 4-3-3 تقليدية واللي تعتمد على الأجنحة. ولا مع انطلاقة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، مباراة كبيرة بانتظارنا، أجواء حماسية، كل شيء مثالي لمتابعة مباراة مرتقبة في مسابقة خاصة بين أندية النخبة. توني كروس، تمريرة كروس لكن مقطوعة. كرة بينية لكن قوية بعض الشيء، الكرة في طريق الحارس المرمى. ثورغن هازارد، شوف تبادل الكرات بكل هدوء، البحث عن مساحة، البحث عن ثغرة في خط الدفاع. كرة بتبعد من مناطق الخطر، كرة تحتسب إلى ضربة ركنية. ركنية تنفذ في منتصف ال 18، كرها تخوض بينه وبين زميله، فرصة لإرسال كرة عرضية منتظرة، قطع ممتاز للكرة قبل أن تصل الخصم. ماركو أسينسيو، هجمة بتنتهي بعد قطع الكرة، رمية تماس للريال. لوكا مودريتش، رمية تماس أخرى ستنفذ الآن. كريستوف كرامر، كرة بتنقطع الآن من كارفاخال. كريم بنزيما، تصل الكرة لتوني كروس. مارسيلو، توني كروس، كرة على الطرف، البحث عن كرة عرضية، تلعب باتجاه كريم بنزيما في الصندوق، تبعد الكرة من أماكن الخطورة. ماركو أسينسيو، لوكا مودريتش، كرة بتقطع بعد عمل جيد حقيقة، يبعد الخطورة في هذه الكرة. توني كروس، مارسيلو، عرضية لكريم بنزيما، كرة خطيرة على القائم، يقابل الكرة وبيخلصها من منطقته.
كان قريب من التقدم في النتيجة، لكن العارضة تبعد هذه الكرة. أكيد مع تكرار هذه المحاولات سيأتي هدف بالتأكيد في اللحظات القادمة. لوكا مودريتج، المساحة أمامه لإرسال كرة عرضية. توني كروز، ثورغن هازارد، عمل جيد في قطع الكرة. يتحرك جميلة ويفتح اللعب ويطلب الكرة. لوكا مودريتش، ركنية لريال مدريد. توني كروس بيلعب ركنية إلى منتصف الصندوق. مودريتش، توني كروس، كرة بتعود عرضية لبنزيما يبعدها من مناطق الخطر. الفرصة متاحة لإرسال كرة عرضية. العرضية كانت ضعيفة يخرج المنافس. خروج موفق من حارس المرمى لالتقاط الكرة. الكرة لا تمر. الحسن بيليا، فرصة للعب كرة بعرض الملعب. تمريرات متتالية بحثاً عن ثغرة، بحثاً عن مساحة في دفاع الخصم. أوسكار فينديت، كرة خطيرة من على الأطراف. كاسيميرو يتدخل، الله على قطع الكرة. دانيال كارفخال في المساحة الفاضية أمام أسينسيو على الطرف. عرضية في وسط منطقة الجزاء، كرة بعيدة عن المرمى. تسديدة افتقدت للدقة، ما كانت بشكل مطلوب، ما كان فيها لا مهارة ولا توجيه ولا تصرف مثالي حقيقة. كريستوف كرامر، رافائيل، الساني بيليا، أوسكار فينديت. تمريرات كثيرة في انتظار الفرصة المناسبة للانقضاض على المرمى. التيكي تاكا تأخذ مجراها. فريق يستعيد الكرة في منتصف الملعب. تمريرة ممتازة إلى الطرف. مودريتش بيكراها، الله على التدخل. دقيقتين كوت بدل ضايع. رافائيل، فرصة قد تشكل خطورة. ثورغن هازارد، تدخل بيخلص الكرة. الحكم ينهي الشوط الأول والنتيجة 0-0. نعود إلى ملعب المباراة والشوط الثاني من مباراة اليوم، واللي تأتي ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، والكل يطمح إلى بداية قوية. الآن أمامنا 45 دقيقة لتحقيق نتيجة إيجابية. رافائيل، كرة تعود إلى ريال مدريد. ماركو أسينسيو، لوكا مودريتش، كاسيميرو، دانيال كارفخال. تعليقا على اداء كريم بنزيما مع نهايه الشوط الاول، كان قريب من هز الشباك لكن العارضه وقفت امام كرته، واعتقد بان امامه فرصه في الشوط الثاني، عنده مجال انه يهز الشباك ويساعد فريقه على الفوز.
عرضية في المنطقة، فرصة سانحة، يسترد الكرة في منطقته. زيدان يقوم بالتغيير في هذه اللحظات، التبديل بخروج اللاعب ماركو أسينسيو والذي سيدخل مكانه لوكاس فاسكيز، لاعب مميز صاحب المجهود الكبير في أرضية الملعب، وأكيد منتظر منه حقيقة إضافة هجومية. دانيال كارفخال مدير الفني للفريق الضيف اعتقد حسم امره، حسم قراره، راح يجي للتغيير في هذه اللحظات. كاسيميرو، كريم بنزيما، مارسيلو، كره عرضيه في المنطقه، يقابل الكره وبيخلصها من منطقته، بعيده جدا عن المرمى، تسديده قويه من مسافه بعيده لكن بدون دقه، بدون تركيز، بدون اي خطوره. تغيير الان في صفوف بروسيا مونشنغلادباخ، دور البديل لضخ دماء جديده في صفوف الفريق، وربما ايضا لتكتيك مختلف من جانب المدرب في ارضيه الملعب. ماتياس كينتر، مر ساعه من عمر المباراه، دخلنا في النصف ساعه الاخيره. واضح ان مدرب الفريق الضيف يفكر في تغيير وضخ دماء جديده في الفريق. تغيير الان في صفوف بروسيا مونشنغلادباخ، محاولة لتغيير الأداء وضخ دماء جديدة في أرضية الملعب، مزيد من الحيوية، راح تشوف النشاط والتكتيك المختلف في صفوف الفريق. ماتياس كينتر، كريستوف كرامر، تمرير الكرات يتم بشكل مميز جدا في المقدمة من أجل خلق فرصة ومساحة للتسجيل. توني كروس، كريم بنزيما، يعرف كيف يمر الكرات، الله على نقلات الكرة، كيف يوزع اللعب في أرضية الملعب. ماتياس كينتر، ثورغن هازارد، لاعب لاعبي ريال مدريد يستعد على الخط من أجل التغيير مع أول توقف في المباراة. ألساني بيليا، دانيال كارفخال، كاسيميرو، يا سلام على التمريرات، مارسيلو، دفاع يتواجد في الخلف وينتظر الضغط، كريم بنزيما، ترسل الكرة إلى وسط منطقة الجزاء بقبضة اليد يبعدها، بيرسل الكرة، أوهو من جديد الحارس يتصدى. لينية ميدانية خلف المدافعين، العرضية في وسط المنطقة، كريستوف كرامر، شتروبل، فرصة للتقدم في المباراة، تألق كبير من حارس المرمى. مارسيلو، تمريرة ممتازة إلى الطرف، لوكا مودريتش أخيراً عرفت الطريق، أخيراً حركت الشباك، أخيراً وصلت إلى المرمى، هدف تأخر كثيراً في المباراة، مباراة سلبية في أغلب الفترات، لكن هدف يحرك كل شيء هنا في أرضية الملعب. نظرة أخرى نشاهد من خلالها كرة الهدف. ريال مدريد يتقدم في النتيجة. ثورغن هازارد، رافائيل، الآن نسمع أصوات الجماهير، دقائق قليلة تفصل عن النهاية والفريق واضح أنه قريب من تحقيق الانتصار. مارسيلو، كريم بنزيما، فاسكيز، الله على الفدائية من المدافع، شف اعتراض الكرة الماضية وتبعد الخطورة. توني كروس،
سيرجيو راموس، كاسيميرو، لوكا مودريتش، بنزيما. تحرك جيد يساعد في قطع الكرة. الحارس يبعد الكرة عن مناطق الخطر. مايكل لانج. نلعب الآن في الدقيقة الأخيرة من المباراة. دقيقتين بيحتسبهم حكم المباراة كوقت بديل. رافائيل. الأساني بيليا. تمريرة بدون تركيز والكرة الآن مقطوعة. صفر نهاية اللقاء مشاهدينا. خسارة أولى في الجولة الأولى من دور المجموعات. أكيد هذه ما كانت النتيجة المثالية. نعرف قيمة وأهمية البدايات خاصة في المباريات الأوروبية. أكيد راح يتأثر الفريق بالهزيمة. والآن دور المدرب.